مع اللعيبه، ومش بس مع لعيبه كره القدم. دايما بنتكلم ان الجهاز الفني في النادي الاهلي يعني بيدعم كل الرياضات، ويمكن كمان على سبيل ده امبارح كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع بلعيبه طبعا كره اليد، وكان بيفطر معاهم هو واعضاء مجلس الاداره، وكان الحقيقه بيبارك لهم وبيشجعهم وبيدعمهم على المجهودات الكبيره زي ما احنا شايفين كده على الشاشه، المجهودات الكبيره اللي قاموا بيها اللعيبه وشرفونا الحقيقه بعد الفوز على نادي الزمالك في الكاس. طبعا انا بس كمان بمناسبه الهاندبول، طبعا كابتن خطيب موجود مع كل فرق النادي الحقيقه، يعني ما انا ما بيتهيأليش في بطوله او لحظه تتويج ما كانش كابتن خطيب بالحقيقه واعضاء مجلس الاداره مش موجودين فيها. وبالمناسبه الطياره اهو، الحقيقه يعني انا دايما الحقيقه بشيد بالشناوي وبقول انه حراسه المرمى واحد من اهم المراكز في اي فريق الحقيقه، الطيار الحقيقه لا يقل، اذا كنا بنتكلم على سوبر شناوي في كره القدم يبقى لازم نتكلم على سوبر طيار في الهاندبول. لعب مباراه امبارح اكتر من رائعه، وكان واحد من اهم اسباب فوز النادي الاهلي وحسم اللقب والتتويج ببطوله كاس مصر. الحقيقه لابد ان احنا نهيئ كل اللعيبه، امبارح كانت رجاله الحقيقه، ومن الواضح ان كان عندهم رغبه واصرار شديد جدا عن تعويض خسارتهم الاخيره امام نادي الزمالك وتحقيق لقب الكاس، وده اللي حصل الحقيقه في لحظه يمكن فرحت كل الجماهير الاهلاويه. هي احمد واحنا بنتكلم كمان على الانجازات اللي احنا بنشوفها دي، كان حلو قوي ان يكون انجاز زي ده جاي مع وقت ان احنا بنتكلم على 114 سنه عدوا على تاسيس النادي الاهلي وعلى انجازات كتير الحقيقه عشناها، وانه ورا الانجازات دي كلها يعني رجال كتير واساطير كتير هي اللي قدرت طبعا تكون ورا نجاح كيان كبير اسمه النادي الاهلي بقى على مر الاجيال. يعني من قبلنا بكتير قوي شفنا الحقيقه يعني ناس تعبت واجتهدت، ودعم من الجماهير كان نتيجته اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كان نتيجته النادي الاهلي دلوقتي الكيان ده اللي كلنا بنبقى فخورين، والله مش شعارات، احنا بنبقى فخورين ان احنا بننتمي للنادي الاهلي علشان احنا شايفين نادي على طول بيسعى للفوز، على طول بيسعى للانجازات للبطولات ما بيشبعش، ومع ده هو نادي برضو المبادئ والاخلاق والقيم، ما فيش حاجه اسمها انه حد يطلع عن القيم او القواعد في النادي الاهلي. ما فيش مشوار يا ساره ابدا ممكن يكون ممتد لاكثر من 114 سنه وفي هذا الكم من البطولات وهذا الكم من النجاحات على كل المستويات، ومش بنتكلم بس على رياضه واحده، يعني يمكن الرياضه الاكثر شعبيه طبعا هي كره القدم وبطولات الاهلي ونجوم النادي الاهلي اللي حققوا بطولات كثيره جدا يمكن يكون ليهم نصيب الاسد من الشهره، لكن الحقيقه النادي الاهلي كيان رياضي عملاق وعظيم، سواء في اي رياضه كنا بنتكلم عنها هتلاقي كم كبير جدا بطولات.